السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكل أهلاوي ألف مبروك ألف مبروك. امبارح أنا عملت فيديو صغير جدا قبل الماتش، طمنتكم فيه تماما إن الأهلي برجالته والأهلي بمن حضر، وإن لو كنا خسرانين لعيب في حجم محمد الشناوي فإحنا عندنا أبطال في الملعب أكبر بكتير من محمد الشناوي. إذا كان نادي الأهلي إمبارح كان خسران أهم لعيب فيه واللي بيعتبر زي ما قلت 90% من فرقة النادي الأهلي، لكن كان عندنا إمبارح 11 راجل، كل راجل فيهم بمئة لعيب من حجم محمد الشناوي، كانوا مكتسبين الأداء منه ومن حبه لناديه ومن حبه النادي الأهلي. إمبارح الأهلي كان فوق الوصف. طبعا نشكر في الأول اللعيب اللي قعد كتير قوي على دكة الاحتياطي، وده أنا أحب أفكره باللعيب الكبير اللي اسمه أحمد شوبير. أحمد شوبير قعد أكتر من 10 سنين احتياطي لثابت البطل وإكرامي لحد ما جات له الفرصة وبقى اللعيب الأول في النادي الأهلي. أنا كنت ساعتها في شبابي وكنت بروح أحضر ماتشات النادي الأهلي في الاستاد، وكنت بشوف لما أحمد شوبير بينزل الأول قبل أي لعيب الناس بتقابله إزاي. عايز أقول لعلي لطفي ما تزعلش، أنت وجودك في الأهلي زيك زي شوبير. شوبير قعد صابر لحد ما جات له الفرصة وبقى اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي وبقى كابتن النادي الأهلي. بس قبل ما أكلم حضراتكم، يا ريت الناس اللي بتحبنا تعمل لايكات للفيديو ده. نفسي في يوم توصلوا الفيديو ده لألف مشترك، لألف واحد. نفسي كل واحد بيخش يشوف الفيديو يحط لايك، مش عارف ليه. نفسي تكتبوا لي تعليقات، نفسي تردوا على كلامتي. انا كانت القناة هنا للأهلي للأهلي بالذات، وكانوا الأهلاوية بيردوا عليا وكانوا بيحبوا يردوا عليا. دلوقتي ما بقاش فيه ردود، فين الناس الأهلاوية اللي بتحب النادي الأهلي؟ وعايز انبهكم لحاجة تاني، هواية قديمة انا كنت بحبها هي هواية لعب الشطرنج. انا شفت لعيب كبير جدا ولعيب صغير عامل قناة عن الشطرنج اسمها هاورز تشيتس، قناة جميلة جدا، هحط لكم الرابط بتاعها، هتلاقوه في اول تعليق في التعليقات ان شاء الله، في اول تعليق ليا. يا ريت اللي يحب يشوف القناة ديت هتلاقوا الرابط بتاعها موجود دايما في التعليقات. يحب يشترك في القناة دي، واللي بيحب الشطرنج اللي هو للشطرنج يخشوا يشتركوا في القناة دي. النهاردة عايز أكلمكم طبعا عن أجواء الفرحة بتاعة فوز النادي الأهلي امبارح على الزمالك رغم النقص العدد الشديد، وده بيؤكد كلامي إن مفيش لعب في الماتشات زي الزملكاوية امبارح، أو الزملكاوية بصفة عامة كانوا بيروجوا ان الاهلي بيكسب بالحكام. طب امبارح اهو حكام مصريين ظهرت قناه الزمالك، انا قعدت مستني قناه الزمالك مخصوص عشان اسمع النقد بتاعها، عشان اسمع خالد الغندور اكتر واحد بيهاجم الاهلي والاهلاويه، عشان امبارح كان مرتب امبارح كان معترف بالحقيقه ومعترف بان الاهلي كان احسن، وان الاهلي رغم النقص الشديد في لعيبته المهمه جدا، يعني عندنا نقص في كل اللعيبه، احنا عندنا كل المراكز مش موجوده، في احتياطي في كل مكان بيلعب، عندنا حارس المرمى الاساسي مش بيلعب اللي هو بعتبره 90% من الفريق، ورغم كده بيلعب حارس مرمى احتياطي، الناس كانت خايفه منه، الاهلاويه قبل الزملكاويه كانوا خايفين منه، لكن هو بيقف قد الفانيلا اللي هو لابسها وبيأكد جدارته بلبس الفانيلا الحمراء امبارح، بيتصدى لضرب الجزاء، بيطلع كورة مهمة جدا كانت ممكن تغير أجواء المباراة. قبل ما أكلمكم عن الفرح، عايز أقول لكم إن بعض في 12 نادي أوروبي كبار قرروا إنه يعملوا بطولة خاصة بيهم اسمها بطولة اليوريا ليج. بطولة هتبقى على مستوى الأندية الأوروبية. من ضمن الأندية دي كان ليفربول وليفربول وارسنال، ودول فيهم 2 لعيبه مهمين لينا جدا انهم يلعبوا مع المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم وماتشات مصر. لكن الاتحاد الاوروبي والفيفا
قالوا ان اي حد هيلعب في البطولة دي هيبقى محروم انه يلعب في البطولات اللي تخص الويفا وتخص الفيفا، وده تأثير كبير جدا على منتخب مصر، والبطولة دي تمت بدون موافقة الويفا والفيفا. بطولة بيتكلموا فيها حاليا ومتفق عليها 12 نادي أوروبي و12 نادي للأسف الشديد من الأندية الكبيرة اللي لها كلمة في القارة الأوروبية وليها كلمة كبيرة في كرة القدم العالمية. فمعرفش لو اتفقوا على البطولة دي هل اللعيبة دي هتستمر إنها ما تلعبش مع بلادها؟ هل هنخسر لعيبة مهمين عندنا محترفين في أندية كبيرة إنها ما تلعبش مع منتخب مصر؟ ده اللي هتثبته الأحداث الفترة اللي فاتت. عايز أكلمكم امبارح عن الخناقة الشديدة جدا اللي حصلت ما بين شيكابالا وجنش. طبعا كلنا اتريقنا على هدف شيكابالا اللي بيدخله، خلاص بيبقى هدف ملوش معنى. يعني كل ماتش هو بيعمل فيه جون في النادي الاهلي بيبقى الجون بتاعه ملوش اي 60 معنى ومحدش بيهتم بيه، وفي الاخر خالص الاهلي بيفوز. يعني هو لما جاب الجون بتاعه كانه كان تميمة الحظ للاهلاويه امبارح. حصلت بينه وبين جنش خناقه كبيره، وقال له ان انت مسؤول عن الجونين اللي حصلوا وان انت كان لازم أن تكون اكتر تركيزا من كده، وحصل بينهم تضاد في الالفاظ وكلام كبير جدا لدرجه ان جنش قال له انت ما بتجيبش جون وبتكسبنا، انت بتجيب الجون وبتضيعنا. دي كانت خناقه كبيره جدا ما بين جنش وما بين شيكابالا، ولحد دلوقتي محدش يعرف اثر الخناقه دي ايه. بس اللي انا بعتقد فيه ان ممكن المدير الفني يغير رايه في جنش ويبدا يلعب محمد ابو جبل الماتشات الفتره الجايه اكتر. في لعيبه كتيره في الزمالك زهقانه جدا ومش عايزه تكمل في النادي الاهلي، وحاسه ان مفيش ترابط في الفريق. يعني عشان تكون شايف امبارح لعيب بقيمة أشرف بن شرقي اللي هما بيسموه بن قلبي، هما بيعتبروا أشرف بن شرقي هو أشرف بن قلبي، هما بيقولوا عليه كده. امبارح لا كنا شايفين قلب ولا رئة ولا أي حاجة في الملعب، كنا شايفين حاجة عايمة كده ملهاش أي 60 لازمة، واللعيب اللي كان بيلعب عليه كان مرتاح جدا وهو بيراقبه وما كانش ليه أي وجود في الملعب. أشرف بن شرقي خلاص فقد يعني كل مقوماته كلاعب اللي كانت موجودة تقريبا أيام مرتضى منصور، فقدها أشرف بن شرقي أو بن قلبي، احنا بنعتبره بن قلبي لأنه لما بيلعب برضه ما بنستفدش حاجة من القلب الموجود في الملعب، إلا إن قلبنا احنا بيبقى أفضل بكتير من أي لعيب تاني، لما بيبقى موجود أشرف بن قلبي. طبعا فرجاني ساسي خلاص عقده انتهى وهيمشي في اخر مايو، يعني فرجاني ساسي مش هيقعد يوم تاني بعد اخر مايو. اللعب دلوقتي بدأ على لعيبة النادي الاهلي ازاي انك تشتت في دماغهم. طبعا محدش ينكر دور ايمن اشرف في الماتش امبارح ولا دور ايمن اشرف في كل ماتشات النادي الاهلي. ايمن اشرف بيعتبر زيه زي علي معلول كده او علولو. ايمن اشرف احنا كلنا بنحبه ولاعيب كبير، بدأت بعض الاندية الاوروبية تلعب في دماغه علشان ما يكملش مع النادي الاهلي ويروح اي نادي تاني، لكن اللعيب لحبه للنادي الاهلي قرر انه ما يعملش اي حاجة الا بارادة النادي الاهلي، وانه مكمل في النادي الاهلي لحد ما النادي الاهلي هو اللي يقول له تمشي او تقعد. فاللعب على لعيبه النادي الاهلي بعد الفوز امبارح الكبير وبيفوزوا، يعني انا مش بعتبر بس فوز امبارح، نادي الزمالك نازل الاحتياطيين اللي موجودين هم الاساسيين هم مفيش اي اصابات في نادي الزمالك، حتى لعيبتهم اللي كانت مصابه رجعت، لعيبتهم المصابة رجعت، ورغم ان الاهلي كان ناقص وكان ناقص لعيبة كتير، لكن الاهلي امبارح عمل نتيجة جميلة جدا، ونقدر كلنا وكل اهلاوي يشكر
اي لعيب امبارح شارك في الماتش انه اثبت انه راجل، وان لعيبه الاهلي امبارح كانوا بمقام مش هقول 11 راجل، لا ده كانوا 110 راجل او 1100 راجل، كل واحد فيهم كان ب 100 راجل لعب قدام امبارح قدام نادي الزمالك. تهنئتي لكل الاهلاويه وكل اللي بيحبوا النادي الاهلي، الف مبروك. وان شاء الله زي ما انا طلعت في الفيديو اللي فات، وكان فيديو صغير قلت لكم فيه ان الاهلي هيكسب ان شاء الله رغم النقص الكبير في العدد امبارح. اتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، ويا ريت زي ما قلت لكم يا ريت لايكات كتيره للناس اللي بتحب القناه، يا ريت لايكات كتيره للناس اللي بتحب القناه، ويا ريت تعليقات، في التعليقات ردوا عليا زي ما انا بكلمكم وبرد عليكم، انا بحب اتناقش معاكم وبحب اسمع كلامكم وبحب اسمع المناقشات بينا، حتى لو انت زملكاوي وعايز تناقشني في حاجه يا ريت تناقشني فيها. اشكركم واتمنى اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.